حياكم الله مشاهدينا من جديد، وصلنا لختام فقراتنا لهذه الليلة، ومع فقرتنا الأخيرة وبالتحديد خطوة انضمام الشارقة لبرنامج المدينة الصحية، كانت خطوة رائدة بلا شك لإيجاد برنامج خلاق يعتمد على العمل المؤسسي وفق معايير منظمة الصحة العالمية. جهود كبيرة تضافرت مشاهدينا وتعاونت من خلالها مختلف الكوادر في إمارة الشارقة لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، لتكون إمارة الشارقة مدينة صحية. ولمواصلة الحديث عن برنامج الشارقة مدينة صحية، معنا اليوم الأستاذة مريم الحسني قائد فريق معيار أنشطة القروض الصغيرة، والدكتور خالد مقلد نائب قائد فريق معيار أنشطة القروض الصغيرة. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا. يعني بنبتدي وياك أخت مريم، بناخذ نبذة بسيطة عن الشارقة مدينة صحية، وبنتكلم كذلك على أي أساس تم تحديد المعايير الرئيسية للشارقة مدينة صحية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لبرنامج الشارقة مدينة صحية، هو أحد البرامج الوقائية لتعزيز الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية. هذه المبادرة تمت من قبل لجنة مساندة، ولجنة مساندة هي لجنة أهلية لدعم القطاع الصحي في إمارة الشارقة. عرضنا على هاي المبادرة على المجلس التنفيذي التابع لإمارة الشارقة، ورحبوا بالفكرة، وبدينا على أساسها بالخطوات العملية للانضمام لمنظمة الصحة العالمية. بعد ذلك تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية وطلبنا طلب التحاق، وتم تعبئة نموذج هذا الطلب، وتم توقيعه من قبل رئيس مكتب سمو الحاكم سعادة الشيخ عصام بن صقر القاسمي اللي هو حاليا المستشار في مكتب سمو الحاكم. وعلى أساسه أرسلوا خبراء من منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفني والتطبيقي وتدريب الكوادر البشرية في إمارة الشارقة من أجل التعامل مع هذه المعايير وطريقة الاعتماد الدولي. وتم تدشين هذا الخطاب بين حكومة الشارقة ومنظمة الصحة العالمية في 17 أبريل 2012. جميل. طيب أنا سألتكم يمكن أثناء التحضير لهذه الفقرة الأخيرة عن الشارقة مدينة صحية، معيار أنشطة القروض الصغيرة، ما هو الرابط ما بين هذين الجزئيتين أو هذين المسميين أو المصطلحين إن صح التعبير. أنا أبغي أتعرف كذلك على معيار أنشطة القروض الصغيرة، ما هو هذا المعيار بالتحديد؟ ما هو الهدف منه كذلك؟ شوف، المعايير اوريدي محطوطه من قبل منظمه الصحه العالميه، يعني في تقريبا 80 معيار، احنا ها 80 معيار لازم نستوفيهم. ال 80 معيار متقسمين في عده معايير، عندك في الصحه، في التنميه، في البيئه، في الاقتصاد. فاحنا رتبناهم على 9 معايير، وكل معيار له رئيس فريق يحاول يستوفي معاييره. وبالنسبة نحن لمعيارنا هو معيار أنشطة القروض الصغيرة خاصة بالاقتصاد، وانت تعرف إذا تبغي يعني تستوفي وتكون إمارة على مستوى لازم تكون فيها التنمية من كل الجوانب، مش بس من الجانب الصحي، تكون من ناحية التعليم، من الاقتصاد، من البيئة وهكذا. صحيح. دكتور خالد، معيار أنشطة القروض الصغيرة، ما هي أهمية هذا المعيار في دعم وإسناد برنامج الشارقة مدينة صحية؟ طبعا هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا أصبحت مكون رئيسي ومحور رئيسي في عملية التنمية الشاملة. صحيح. يعني في البيئة، في التنمية البشرية، في التنمية الصحية، في التنمية الاقتصادية. لما تتكلم حتى على الخدمات الصحية أو شارقة مدينة صحية، لابد أن يكون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العالم بيتجه حاليا إلى التخصيص أو الخصخصة. صحيح. الخدمات الصحية لم تعد هي الخدمات، الحكومة لم تعد هي الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات. صحيح. القطاع الخاص أصبح شريك. بالطبع، القطاع الخاص قروض، القطاع الخاص مبادرين، القطاع الخاص خدمات مسندة، القطاع الخاص قوانين وتشريعات وتسهيلات للراغبين في الاستثمار في الخدمات الصحية. ولما حضرتك تتكلم عن الخدمات الصحية ضمن الإطار للمدينة اللي هي المعايير بما فيهم البيئة، ليس فقط أن القروض الصغيرة موجهة لإقامة عيادات أو مستشفيات صغيرة، لا، هي موجهة لكل ما كل نشاط. صحيح. يساعد ويخدم في تهيئة في البيئة بصورة عامة. صحيح. من عيادات، من شركات للحفاظ على البيئة، من حتى التنمية البشرية والتأهيل والتدريب. فبالتالي المشروعات الصغيرة تعتبر ركيزة أساسية. صحيح. تأتي في القاعدة.
صحيح. عشان تبني عليها بعد كده النظم والإجراءات والأنشطة اللي بتأهل بقى للحصول على المعايير بدرجات عالية. طيب إذا ذكرنا معيار أنشطة القروض الصغيرة ودور رواد كذلك في تنفيذ هذا المعيار، ما هو دور مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد؟ هو بحكم أن رواد بحكم تأسيسها هي الجهة المسؤولة في إمارة الشارقة في حكومة الشارقة على المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنميتها وتشجيع الشباب وتوفير القروض أو توفير التمويل اللازم لهذه الأمور، فبالتالي صحيح. يأتي الدور من أولا من الوضع القانوني ثم الدور من التخصص في هذا المجال ثم الربط. يعني لما أتكلم على مؤسسة رواد إحنا عندنا حوالي 5-6 مشروعات عند عيادات أو مراكز طبية ده في الصحة، طب عندنا 4 مشروعات أخرى في معالجة المياه ده في البيئة، صحيح. عندنا مشروعات أخرى في التنمية البشرية مراكز تدريب، هتلاقي المعايير دي أو الأنشطة دي ضمن معايير مختلفة، في 9 معايير الأخت مريم حكيت عليهم اللي هم 80 معيار فرعي، 9 الرئيسيين اللي هم صنفوهم، هتجد إن في معايير مع المؤسسة الرواد، فبالتالي بحكم المؤسسة هي المسؤولة وهي المسؤولة على هذا القطاع لتنميته وتوفير القروض، لأن أحيانا المعايير تقول إيه؟ إحنا عشان نضمن إن هناك مشروعات صغيرة بيتم تأسيسها في مجال الصحة لابد أن يكون في جهة توفر قروض، صحيح. طب القروض دي عشان توفر قروض والقروض تكون فعالة ويتم تحقيق نتائج منها لابد يكون بشروط ميسرة، أكيد. طب فين الجهة؟ ما تبقاش الحكومة على الإطلاق، لازم جهة تكون جهة وسيطة، فبتأتي من هنا أهمية رواد. جميل جميل. طيب هذا المعيار، معيار أنشطة القروض الصغيرة أخت مريم، حقق عدد من الإنجازات، يعني عارفيني وعارفي سادة المشاهدين على أهم هذه الإنجازات. معيار أنشطة القروض الصغيرة أوريدي يحتوي على عدة معايير، يركز مثلا إذا في المدينة مثلا فقراء أو محتاجين، هل تتم تغطية هذيل الفقراء والمحتاجين بطريقة معينة أو لا، في قروض، في تدريبات، في تمويل لهاي المشاريع أم لا توجد. فإحنا لما جمعتنا هاي المعايير شفت أن مثلا بالنسبة للمحتاجين والفقراء في وايد قرارات عن طريق المجلس التنفيذي صدرت وطبقت وأنجزت عن طريق دائرة الموارد البشرية، ففي هالناحية احنا غطينا هالشيء بالقوانين التي صدرت من المجلس التنفيذي او الخدمات الاجتماعيه او الخدمات الاجتماعيه. اما بالنسبه مثلا للمشاريع وتمويل المشاريع والقروض وتسديدها وتمويلها، كلها لقيتها موجوده في مؤسسه رواد، يعني الحمد لله ما تعبنا وايد، لان ما شاء الله تبارك الرحمن البنيه التحتيه لمدينه الشارقه بنيه قويه، كل اللي كان علينا نجمع هاي الدوكيومنتس مع الاحصائيات ونوثقها وتكون في مشاريع اوريدي موجوده على ارض الواقع ونتاكد انها فعلا موجودة. فهالشيء كنا احنا حصلناه مع مؤسسة رواد ومشكورين، هم ما قصروا بدورهم، دعمونا بطريقة وايد كبيرة ولله الحمد اساس نحن نستوفي هاي المعايير. كيف تمت الشراكة مع رواد؟ احنا اخترناهم صراحة، يعني انا شفت شو معايير، شفت منو ممكن يقدر يساعدني في هذا المجال، اتصلت انا في مؤسسة رواد، رحت وقابلت الدكتور خالد وبدورك قام مشكورا يعني بدعم المشروع، واي شيء نبغي ما قصر معنا صراحه. دعمكم دكتور خالد لهذا المشروع وهذا البرنامج الكبير حقيقه اللي الشارقه وضعت ثقلها حقيقه لانجازه خلال الفتره المحدده، يعني ماذا يمثل بالنسبه لكم انتم في مؤسسه الشارقه لدعم المشاريع الرياديه رواد؟ سؤال ده كويس. اولا بيعكس دور المؤسسه. ثانيا يطور عمل المؤسسه في اتجاهات معينه. كيف؟ يعني اذا احنا اصبحنا شركاء ومؤثرين في التقييم الكلي للدوله، التقييم الكلي للاماره. عليك انك تطور عملك حتى تتناسب مع هذه الرؤيه من القياده، الرؤيه من الجهه الدوليه لمنظمه الصحه العالميه، انك انت تتناسب مع هذا الموضوع. وفعلا في اشياء، يعني مثلا كنت لسه بتكلم مع استاذه مريم وهنضيف، هنعمل برنامج لاداره، برنامج مخاطر الاداره ريسك مانجمنت في ايه؟ في المنشآت الصحيه. المنشآت الصحيه بمعنى مش العيادات بس، يعني التجميل، صحيح، العيادات، صيدليات، المطاعم، بس مخاطر الاداره في هذا القطاع، وبنتكلم مع جهه، في جهه دوليه متخصصه في هذا المجال. طب ده جاء منين؟ جاء المشاركه في برنامج. طب انت مش كفايه انك تقدم بياناتك للجهه المنظمه الجهه المعنيه، لا ده انت لازم تقدم خدمه اكتر عشان تعكس الصورة الإيجابية، أكيد. ومدى مساهمتك. طب إزاي؟ يبقى احنا برنامج اللي هو إدارة المخاطر في المنشآت الصحية أو ما هو متعلق بالخدمات الصحية. أعدينا البرنامج، هيتم إطلاقه بس عشان رمضان وعشان أمور، هيتم إعلان عنه في يعني قريبا في خلال أسبوعين هنعمله بعد الصيف إن شاء الله.
وهي كانت بتقول لي ايه المزيد اللي عندكم، فبكره هترسل لك مزيد من البيانات. بنشكرهم لان هم اوحلنا او الهمونا بهذه الفكره. كمان من ضمن الاشياء لما حضرتك بتقول الرواد هنا بتعمل ايه، هنا بدا ان الرابط اللي احنا بنقدمه او الخدمه اللي احنا بنقدمها ليست بتنتهي عندنا فقط، لا ده متصله بجهات اخرى. لما تربط هذا تبقى المنظومه متكامله بالكامل، المنظومه بالكامل. المنظومه دي بتديك قوه انك حتى تطلب تعديل تشريعات، تطلب تحسين قرارات، تطلب مزيد من الدعم للحكومه. اذا انت مرتبط بمنظومه التنميه الشامله. صحيح صحيح، بالتاكيد الهدف الاساسي ليس تقديم خدمه فقط، بل خدمه ذات جوده عاليه في نهايه الامر. احنا يعني في الختام نبغي نتعرف على ما هي النسبه في استيفاء المعايير الخاصه ببرنامج الشارقه مدينة صحية، ومتى المفروض أنكم تنتهون من تقديم الملف الخاص بمدينة الشارقة؟ الاستيفاء المفروض يكون 80%. أنا حبيت أنوه أنه ما شاء الله تبارك الرحمن برنامج عالمي، فحلو أن احنا نعرف الناس ويعرفون أن الشارقة داخلة شيء يعني عالمي، وإذا احنا قدرنا نحصل هذا الاعتماد بنكون نحن أول ناس على مستوى الشرق الأوسط. يعني في وايد دول دخلوا وشاركوا، بس لين الحين ما حصلوا شهادة الاعتماد هذا. وقع الكويت يمكن مشاركة بمنطقة من المناطق، أظن الكويت، أظن عمان، أظن البحرين، أظن بعد السعودية، مش متأكدة من هاي المعلومات بالضبط. بس احنا إن شاء الله إذا حصلنا هذا الاعتماد بنكون الإمارة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. المفروض إن شاء الله نحن تقريبا استوفينا كل المعايير. هو المفروض متى المفروض؟ 2016؟ ان شاء الله قبل. بيونا خبراء من منظمه الصحه العالميه على اساس يقيمون البرنامج في نهايه الشهر، على اساس احنا محتاجين دعم الكل في هذا البرنامج. صحيح. على اساسه بيتم التقييم تقريبا بعد بشهر، وهذا وان شاء الله نعلن يعني نهايه الشهر، نهايه السنه ان شاء الله 2015 ان شاء الله. دكتور ختاما وسريعا، اليوم اعلان الشارقه مدينة صحية بعد اكتمال كافة الملف أو المرفق الخاص بهذه المدينة والبرنامج الخاص بإعلان شارقة مدينة صحية، هل كذلك هو عامل مساعد في جذب الاستثمارات الصحية لإمارة الشارقة؟ يعني طبعا هيكون بهذا الشكل. شوف الاستثمار في الصحة والتعليم والأكل، صحيح، هم دول أكتر قطاعات تحقق ربحية حاليا. صحيح. أكتر قطاعات فيهم نمو. ليه؟ لان مع نمو السكان نمو متطلبات السكان من الخدمات المطلوبه دي. صحيح. طب بس سؤال لو زدت لك عليه، ما هي تبقت فقط هتستقطبوا مشروعات في هذا القطاع؟ لا، احنا عايزين نستثمر او نستخدم او نستقطب الكيف من هذا القطاع. اكيد المشروعات. صحيح. الكيفيه اللي تقدم قيمه مضافه للمجتمع. أكيد. وخدمات مميزه. اكيد احنا كنا سعيدين بوجودكم معانا. شارجة بالتأكيد قدها وقدود إن شاء الله بفضل دعم سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة ومساندة سمو ولي العهد سمو نائب الحاكم وفريق العمل حقيقة في هذا البرنامج. في الختام كل الشكر والتقدير لكم الأخت مريم الحوسني قائد فريق معيار أنشطة قروض الصغيرة، شكرا جزيلا لك. والدكتور خالد مقلد نائب قائد الفريق، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا وصلنا للختام، ختام فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة، بانتظار التواصل معكم يوم غد ومع الزميلات. لكم مني في الختام أجمل تحية، محمد الرئيسي.